بلشنا بالمعايدات، ولد المسيح هللويا. أكيد كل دقيقة أو كل ساعة. مشاهدينا أحد مبارك على الجميع، وتحية صباحية من فريق العمل بي أم تي بي ألايف لألكم. بتأمل نهاركم بدي مثل العادة دايما بتمنى لكم نهار مع فنجان قهوة، بس لأنه فنجان القهوة بيجمع الناس مع بعضهم. اوعى تشربوا فنجان قهوة لحالكم مثل ما عم بعمل أنا اليوم. لا، خليكم عم تشربوا فنجان القهوة سوا، لأنه الجمعة واللقاء هو أهم شيء بالحياة. بيقول جبران خليل جبران، إذا كان عندك عائلة، كان عندك كم صديق وسقف فوق راسك، فأنت أسعد مما أنت بتتصور. ويمكن يعني أكيد قصده أنه منك عارف حالك قديش أنت سعيد. دايما نطلب من الحياة أكتر بكتير ما بيكون عنا، ومننسى النعم يلي نحن عنا إياها. فنجان قهوة أكيد مع ركوة من نجار بي أم تي في ألايف. فنجان القهوة مع هيل، أو فنجان القهوة بلا هيل، أو حتى ديكاف، مع أنه الصبح بعتقد مش ديكاف أبدا. أكيد مع هالماشين يلي بتصور رح تهين لنا حياتنا. إذا كنا مستعجلين على فنجان قهوة 45 ثانية بتطلع القهوة بهالوقت، وأهم شيء أنه كل مرة بتطلع بنفس الجودة. ما بدنا نفكر كتير قديش حطينا بان وكيف عملنا القهوة، وإذا نطرناها أو ما نطرناها، وإذا مستعجلين ومعقولة تفور على الغاز وساعتها هونيك الشغل. هيدا إذا كنا مستعجلين. كمان ما ننسى أنه بالمكاتب وبالأماكن العامة كمان فنجان قهوة على السريع كتير مهم. وإذا كان من ركوة ومن نجار رح تكون القهوة لبنانية 100%. بتأمل أنه تكون نهاركم بدي مع فنجان القهوة. بس بدي أخبركم شوي عن هالماشين اللي بتنظف حالة بحالة، يعني بتتأكدوا أنه بين كل فنجان والتاني رح يكون الركوة نظيفة. وإذا كنتوا حابين تنظفوا ركوة وخاصة أول مرة، على كل حال منصوح أنه تكونوا عم تهتموا فيها. فيكم تكونوا أكيد على الكتالوج كل شيء واضح. نقدر نكون عم نعمل فنجان قهوة بالأول بدون بن، وهيك بتكون المي السخنة قدرت أنها يعني تعقم الركوة ونكون عنا ركوة نظيفة. فنجان قهوة إذا كل 45 ثانية بنقدر نعمل فنجان قهوة ويكون بنفس الجودة. كمان يعني هلا هدايا وعيد وفنجان القهوة أهم شيء. $90، $89 مش 90، $89 أكيد أفوردبل، أكيد هدية بنكون قادرين إنه نقدمها للأشخاص تنقول لهم إنه نحن عم نفكر فيهم بفنجان، مع فنجان القهوة كل يوم الصبح، أو تنقول لهم نحن مهتمين براحتهم. أكيد فنجان القهوة مع هيل، هون عم نشوف مع هيل أو بلا هيل أو حتى ديكاف. كمان الكبسول منا أبدا غالية وموجودة بكل السوبر ماركت من ركوة من نجار. فنجان القهوة أكيد أطيب لما بيكون فنجان لبناني 100%. نحن مواضيعنا عديدة اليوم كمان بي ام تي في الايف. رح نكون بعد شوي مع دكتور عماد مراد ليتابع حديثه عن الرئيس كميل شمعون. رح نكون اكيد بميوزيكال مع غسان يمين باجواء موسيقيه دائما نهار الاحد حلوه كثير. وبول اوف فيم رح نكون مع ندى ابو فرحات وعمار شلق، ويعني مسرحيه اكيد في منكم حضروها ومنكم بعد ما حضروها رح نتعرف عليها اكثر واكثر بول اوف فيم. حلقتنا اليوم تستمر لغاية الساعة 12، فكونوا معنا على الموعد بها الحلقة المباشرة من ام تي في لايف، وينعاد عليكم. عم صلي.